بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من كورس الدروب شيبينج من أمازون إلى إي باي. ملحوظة جديدة كالمعتاد كده قبل الدرس. درس النهاردة طبعا عن كيفية إلغاء أوردر، بس في ملحوظة، الناس بتطلب يعني طلبات غريبة ملهاش أي علاقة بالكورس. يعني الكورس واضح اسمه، لما ننتهي منه ممكن نطلب طلبات تانية، لكن الكورس اسمه دروب شيبينج من أمازون إلى إي باي. محدش يدخلني في مواقع تانية زي علي اكسبريس او يروح يطبق الطريقة وخلاص، وانا قلت المواقع دي والمارت والكلام ده، وانا شرح قلته في اول درس. يعني الحاجة التانية، محدش يطلب يقولي ازاي ابيع المنتجات الشخصية ليا، لانها بصراحة صعبة عن الدروب شيبينج. الدروب شيبينج انت مش بتعمل فيه حاجة غير ان انت بتوصل اللي بيشتري منك من هنا، بتروح تشتري له من هناك وشكرا. لكن عشان تبيع منتج خاص بيك معاك، مثلا عندك كرسي في البيت مثلا عاوز تبيعه، طبعا دي محتاج بقى ان انت تشوف شركة شحن وتسأل، والشحن للدول الخارجية تمنه قد ايه، وبتختلف طبقا لوزن السلعة. ببساطة شديدة ممكن تروح في بلدك لشركة نقل تكون بتشحن للعالم كله وتسألهم، تاخد منهم ممكن شركة زي شركة ارامكس مثلا، وتاخد منهم الاسعار بتاعتهم، هيديك ورقة او هيديك كتالوج، او تدخل على الموقع بتاعهم عن طريق الانترنت تاخد ورقة او كتالوج فيها اوزان السلع وحاجاتها وتشتغل، لكن ده موضوع تاني خالص. نرجع لدرسنا، وهو كيفية حذف او كيفية عفوا الغاء سل الغاء طلب. هروح للاكونت، يعني واحد مثلا طلب مني السلعة وجيت اشتريها له من امازون، لقيت التاجر اللي على امازون خلاص ما عادش عنده السلعة دي، او السعر لقيته غلي وانا مش متابع، هل هخسر؟ لا. او دخلت لقيت سعر الشحن بتاعها غير سياسة الشحن بتاعته وبقى الشحن غالي، هعمل ايه؟ هفتح اسمي عادي زي ما اتعلمنا مع بعض، بعد كده اكونت سيتنج، ثم اكتيفيتي، بعد اكتيفيتي هروح للسولد، الحاجات اللي اتباعت، لان اللي دفع فلوسها طبعا هتتحسب على انها صلب، على ان تم دفع فلوس. هروح مثلا لسلعه زي دي خلاص طبعا زي ما حضرتك شايف كده، تم شرائها وتم الشحن بتاعها، والباقي المشتري نفسه اداني تقييم وانا اديته تقييم والدنيا حلوه خالص. هروح على مور اكشن. الاول ايه هي الخطوات دي؟ عاوزين نشرح الحاجات دي كلها، هنشرح كل الامور دي دلوقتي. اول حاجه برنت شيبنج ليبل، ان انت لو هتشحن السلعه بتشحن زي الكارت بتاعها يعني اللي موجود، او تقدر تفتحه من هنا الانترنت، اتمنى يكون طب سليم، ما انا دايما بشك اول حاجه في الانترنت يعني. وبتحدد بقى عن طريق الكارير بتاعك ايه، السيرفيس ايه، يعني بتحدد كل الامور اللي هنا. ده احنا في الدروب شيبنج دي ما بنستخدمهاش يعني غالبا دلوقتي، انا عايز مش بستخدمها. اد تراكنج نمبر، تراكنج نمبر ده لو البائع اللي على امازون راح بعت لك رساله فيها موقع وفيها رقم تراكنج تقدر تعرف منه السلعة بتاعتك فين. التراكنج نمبر هتاخده ببساطة شديدة جدا من البائع اللي على امازون لو بعته لك في رسالة، وتحطه له هنا بس وتعمل سيف، يبقى انت كده بلغت برضو البائع اللي هنا بالتراكنج نمبر بتاعه اللي هو رقم تتبع السلعة، عشان يعرف السلعة فين، السلعة دلوقتي في المطار في ترانزيت، بيعرف الامور دي كلها من خلال شركة التتبع. انت بس مجرد الرقم بتاخده من امازون اللي التاجر بيبعته لك في ايميل اسمه تراكنج نمبر، وبتحطه هنا وتدوس سيف بس. بعد كده الحاجة التالتة فيو اوردر ديتيلز، اوردر ديتيل دوت لو تفاصيل، لو المشتري كاتب لك حاجة مع الاوردر. الاوردر هنا المشتري ما كانش كاتب لي حاجة، لو كاتب لك حاجة بتظهر على السطر ده، لو كاتب لك حاجة بتظهر هنا على السطر ده، يعني انا الخدمه دي كانت او السلعه دي كانت مجرد انستجرام لايكس زي ما قلت قبل كده، ان انا حاطط الحاجات دي مجرد ان انا اول شهر عاوز ريفيو، عشان اقدر في الشهر الثاني ان الاقي الاكونت بتاعي سامح لي مثلا ان انا اعرض 50 سلعه او 100 سلعه، وبالتالي اقدر اعرض عدد كبير. لكن اللي عايز يشتغل في الامور دي طبعا لا، ده يروح يشتغل في خمسات بقى افضل له، فايفر في المواقع دي يعني، لكن مش يعني ما يروحش متجر يعني ويعرض حاجه زي كده، لان حتى الناس اللي بتطلب اكتر الحاجات دي بتروح على الموقع الفريلانسر يعني. المهم خلاص هقفل الصفحه دي. مور اكشن فيها ايه تاني؟ في فيو باي بيل ترانزاكشن لو انت عاوز، دي مهمه جدا انت مع كل سلعه تشوفها عشان تتاكد ان الفلوس وصلتك عن طريق الباي بيل.
تمام، بيروح فاتح لك زي ما حضرتك شايف صفحة البيبل، بتدخل على الاكونت بتاعك تلاقي على طول الترانزاكشن موجود، فأمر سهل جدا طبعا. كونتاكت باير، لو انت عاوز تبعت للبائع دوات، للمشتري عفوا، ده رسالة كنسل اوردر، وهو ده اصلا كان محور درس النهاردة. طب هنخلي كنسل اوردر دي للاخر، هنكمل الباقي. مارك نوت شيبد، انا هنا حددت السلعة على انها شيبد، انها بالفعل اتباعت، تمام. طب لو انا يعني المفروض بعمل هنا مارك شيبد، دي قبل ما تبيع السلعة بتبقى موجودة مارك شيبد، ان انت تحدد السلعة انها خلاص بالفعل اتباعت واتشحنت ووصلت له. دي بتعملها لما تتأكد ان البائع خد بالفعل ووصلت له السلعة بتاعته، من خلال رقم التتبع زي ما قلنا، من خلال التراكنج، او من خلال تبعت له رسالة يقول لك اه وصلتني، فبتعملها هنا على انها شيبد، وبتطلب منه بعد كده ان هو يعمل لك ريفيو، ان هو يكتب بقى ان السلعة وصلت له، وان هو فاست ديليفري، وان انت بائع كويس يعني، عشان الناس تبدأ تشتري منك بعد كده. انا دلوقتي محددها بالفعل انها تم البيع بتاعها. طب لو في اي مشكله حصلت، ممكن اعمل مارك نوت شيبد، احددها على انها لسه ما اتشحنتش، يعني الغي عمليه الشحن تاني يعني مجرد كلاميا، لكن خلاص طالما مارك شيبد خلاص. هنا ان مارك از بيمنت ريسيفد، بيمنت ريسيفد يعني انا تلقيت الدفع بتاعها، مكتوب هو 99 سنت، انا تلقيت الدفع بتاعها. ان مارك يعني الغي عمليه الدفع، اول ما ادوس هنا كده هيظهر ان انا ما خدتش الفلوس، فعلى طول الاي باي هيبلغ البائع ده، فيبدا يتاكد ان كان دفع لي ولا لا، ودي ما حصلتش معايا قبل كده يعني. اد نوت، لو انت عاوز تضيف ملحوظه تكتبها انت جنب السلعه عشان تبقى فاهم، لو انت بقى عرض 500 سلعه واحد اشترى منك حاجه وانت عاوز تضيف ملحوظه تكتبها هنا. اد تو ليست، تحطها الليسته لو انت عندك مجموعه من الليست، ودي غالبا بنستخدمها يعني لما يكون يعني بيبيع بقى بكميات كبيرة يعني، ممكن نتكلم فيها بعدين. ريبورت ذس باير، لو المشتري اشترى منك سلعة ووصلته بعدين لك ده ما وصلتنيش، لكن التراكنج بيقول انها وصلته، فهتعمل هنا ريبورت ذس باير، انت تبلغ الاي باي تقول للمشتري دوت يعني بيحاول يسرقني السلعة وصلت له، بيقول لا، او من خلال رقم التتبع بيبان طبعا ان شركة الشحن بتقول احنا وصلنا له. وده برضو امر غالبا مش بنقابله بصراحة، الاجانب في الحتة دي كويسين يعني. طيب نروح بقى الحته المهمه اللي هي كنسل اوردر، كنسل اوردر الغاء الاوردر، هدوس عليه هنا فتح لي صفحه فيها السلعه نفسها، الكوانتا دي كميه واحد سعرها 99 سنت، والاوردر توتال تكلفته 99 سنت، لو في شحن ولا حاجه كان هيظهر لك هنا، هنا مفيش شحن. الفيرست بيقول لك اولا تل اس واي يو وانت تو كنسل ذيس اوردر، عاوز تلغي الاوردر ده ليه؟ يو كان ريفاند ذا باير نكست، وبعدين تبعت ريفاند الفلوس للبائع، يقول لك انت عاوز تلغيه ليه؟ في خيارين بيظهروا لك، اول واحد اي ام اوت اوف ستوك اوف ذا ايتم، عفوا اي ام اوت اوف ستوك يعني ما عادش عندي رصيد من السلعه دي، اور ذا ايتم از دامجد، او السلعه اللي عندي باظت، كنت عارض كرسي مثلا واتكسر. طيب هنا ذا باير اسكت تو كانسل ذا اوردر، ان المشتري هو اللي طلب الغاء الاوردر، اور ذير از ان ايشو وذ ذا بايرز ادرس، او في مشكله في العنوان بتاع المشتري. دايما حاول قدر الامكان تختار الثانيه، يعني ابعد عن الاولى، لان الاولى عشان تقول انا معيش رصيد هتديك سمعه مش كويسه، طب السلعه بتاعتي مكسورة أو باظت برضه تديك سمعة مش كويسة، رغم إن أنا على فكرة كنسلت واخترت الأولى دي قبل كده عادي برضه مفيش مشكلة. بتختار سبب من دول، مثلا ذا باير أسكت تو كانسل دور، إن المشتري هو اللي طلب مثلا ألغي الأوردر، وأنزل تحت هنا وأضغط كونتينيو، لو ضغطت هنا كونتينيو خلاص كده السلعة يتم التبليغ يعني إن هي تم إلغائها. أشكركم شكرا جزيلا على الدرس، والسلام عليكم.